محافظة أسوان، مش هقول السن، متزوج وعنده 3 أولاد. مؤهلاتي العلمية، حاصل على بكالوريوس العلوم في الرياضيات عام 91 بتقدير جيد مرتفع، حائز على الترتيب الأول في قسم الرياضيات، حاصل على ليسانس الشريعة الإسلامية بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر 98 بتقدير جيد جدا، حاصل على درجة التخصص ماجستير بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر 2013 بتقدير ممتاز. الرسالة في تخريج الفروع على الأصول عن المذهب الحنفي من خلال حاشية رد المحتار لعبدين، عنوانها المسائل الأصولية وتطبيقاتها الفقهية في حاشية رد المحتار على الدر المختار، شرح تنوير الأبصار باب الحكم الشرعي التكليفي باب الاعتبار والفقه. حاصل على عدد من الإجازات العلمية من السادة العلماء في العلوم النقلية والعقلية، تتلمذ على يد العديد من العلماء والشيوخ، منهم أستاذ الدكتور عبد الحسيب رضوان، أستاذ الفقه الحنفي بكلية الشريعة جامعة الأزهر رحمه الله، وأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف جمال الدين، أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة جامعة الأزهر، الأستاذ علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق وأستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر، فضيلة الإمام الأكبر أستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وحضر لفضيلته بعض الدروس في شرح السلم في المنطق للملوي، الأستاذ الدكتور عبد الفضيل القوسي وزير الأوقاف السابق، الأستاذ الدكتور حسن الشافعي رئيس الجامعة الإسلامية بباكستان، والأستاذ بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة ورئيس مجمع اللغة العربية، الأستاذ الدكتور مصطفى عمران أستاذ العقيدة بأصول الدين جامعة الأزهر، الأستاذ الدكتور محمد ربيع الجهل أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين. الحقيقة يعني فضيلة الشيخ سمير شعراوي، فضيلة الأستاذ الدكتور إسماعيل الدفتار، في كتب درسها بالكامل في الأنشطة العلمية، تدريس كتاب إداح المبهم في شرح السلم عدة مرات، تأليف وتدريس رسالة المقدمات المسفرة عن علم أداب البحث والمناظرة المسفرة، تدريس كتاب شرح الخبيثة البهية، تدريس كتاب شرح الغزنوي، تدريس كتاب الوجيز في أصول الفقه، تدريس كتاب مختصر القبولي، محاضرات في فقه الأحوال الشخصية، تدريس مادة تاريخ التشريع بالجامعة الدولية في أمريكا اللاتينية، تدريس مادتي الفقه والأصول بمعهد الدراسات الإسلامية بالإسكندرية. يعني الحقيقة السي في رائعة، من مشاركات وأنشطة أخرى كانت مجتمعية زي أداء خطبة الجمعة من عام 87 بالعديد من المساجد، شارك في العديد من برامج الحوارات بالقنوات الفضائية، المشاركة في العديد من المؤتمرات العلمية، آخر عمل هو باحث شرعي وأمين للفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أكتوبر 2015، والمدير السابق لفرع دار الإفتاء المصرية بالإسكندرية من أغسطس 2013 إلى يوليو 2015، حالياً بيقوم بالتدريس في الجامع الأزهر الشريف وفي مسجد المواساة بالإسكندرية ومسجد عمرو بن العاص بالإسكندرية. يعني عايز أقول إن مازال إحنا حضرتك نقعد، يعني عايز حضرتك ندوة نقدم حضرتك بس. يعني حضرتك لا والله يعني شيء إحنا بنفتخر بيه، وأنا سعيدة وأنا بقول يعني يمكن ده قصور مننا إن إحنا ما عرفناش حضرتك من قبل وما تواصلناش معاك، لكن على وعد دي هتكون بداية إن حضرتك دايما وإحنا نقدر كلياتنا التربية الرياضية إن شاء الله دعوة خاصة لحضرتك، لأن بناتنا محتاجين كتير. فأهلا ومرحبا، أهلا ومرحبا بحضرتك. وطبعا هو اللقاء كان بمناسبة المولد النبوي الشريف، وقلنا هي مناسبة دينية ولقاء روحي مهم جدا محتاجينه في التوقيت ده.
يعني نتيجة الظروف أنا عارفة الدنيا والناس، وأنا عارفة إن المنع خارج عن الناس، وحضرتك قلت إحنا ممكن نعملها حوار مفتوح، وما أحلى وأجمل من إن جوانا دايماً شجون وأسئلة كتيرة إحنا محتاجين إن إحنا نقولها، ويتسع بقى صدرك لنا شوية، لأن في حاجات بتبقى مسار جدل، والحقيقة إحنا مع الجدل ده إحنا بنحتار. يعني برضو احنا دايما عايزين حد ينورنا اللي بيها من الجدل، ما انا ما اخرجش من الجدل بجدل مع نفسي، هو ده اللي بيحصل، اصدق مين واكذب مين، وخاصة ان الناس اللي هو بيتم معاهم المناقشات والاسئلة هم نفسهم لما بيتكلموا مع بعض بيديلك الاحساس بان اللي بيقولوه انت مش مقتنع بيه. يمكن في طبعة معينة او فئة معينة ممكن الحوار والخطاب الديني يوصل لها على قد مفهومها، لكن دايما اللي بيتعب الطبقه المثقفه، لان هي اللي بترجع بالعقل والتحليل والمنطق، وده ممكن يسبب يعني مشكله. يعني فانا هتسمح لي انا اول سؤال انا اساله بمناسبه مولد النبي، وكان بالصدفه ان ده كان جدال قائم خلال الاسابيع اللي فاتت عن الاسراء والمعراج، والجدال الموجود ان ما هو مسبق في القران الاسراء، اما المعراج فغير مستحب. احنا طول حياتنا عارفين الاسراء والمعراج، وان انا دعاء جنة الاسراء والمعراج، وعارفين الرسول عليه الصلاه والسلام وما اسرى كان في ايه وهو راجع، يعني دي السنن ودي الحاجات اللي احنا يمكن طلعنا من واحنا صغيرين بنتعلم تعليمها. انما الجدال اللي دار في الفتره دي وكان يمكن اللي هو الكاتب يوسف زيدان، وبعد كده كان موجود في لقاء مع المفتي في قناة أخرى، وما زال هذا الموضوع. فإيه حقيقة إن هل المعراج موجود، ولا هو تم نقل الكلام فقط، ولا مسبق في القرآن هو الإسراء بس؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ورضي الله عنه. هو لابد إن إحنا نحدد السؤال بدقة. هل في قضية هل المعراج ثبت في القرآن أو لم يثبت؟ دي قضية وهي محل خلاف. يعني هناك آيات أشارت إلى المعراج في سورة النجم، كما قال بعض العلماء المسلمين، وبعضهم يحمل آيات على غير هذا. يقول إن المعراج ثابت في القرآن، دي مسألة خلافية، يعني مسألة ظنية. يعني من يقول انه ثبت في سوره النجم هذا يقوله على سبيل الظن. يعني طبعا حضرتك عارفه ان ادراك الاشياء في عباره عن نوعين، يعني او في قوته نوعان اساسيين، في ادراك يسمى ادراك قطعي، الادراك القطعي او الجازم، كادراكنا الان اننا مثلا موجودون في هذا المكان. فنحن ندرك هذا ادراكا جازما. كادراكنا مثلا بوجود بلد تسمى مثلا واشنطن أو مكة أو كذا. فإدراكنا لوجود مكة ده إدراك قطعي. وفي إدراك نوع تاني أو أقل من الإدراك القطعي، وهو الإدراك الظني. يعني أنا مثلا ممكن أخبر حضرتك دلوقتي إن في بلد في محافظة كذا اسمها كذا. فده بعيد في جزء من المعلومات بتاع حضرتك، إن في بلد مثلا في طنطا مثلا اسمها القطور. فده جزء من المعلومات حضرتك دلوقتي، بس هل إدراكي لوجود بلد تسمى قطور زي إدراك لبلد تسمى مثلا مكة؟ ليه؟ لأن الخبر اللي علمت بيه وجود خطوب هذا خبر واحد شخص. صحيح هو صادق عندك، ممكن يبقى دقيق عندك، ولكن في احتمال إنه يكون كذب في المرة دي لغرض ما في نفسه. أو في إنه غير دقيق في المعلومة لطول الزمن وبعد العهد. إنما مكة ما نقدرش نكذبها، إدراكنا ليها إدراك قطعي، لأن كل الناس بتروح وتيجي وهكذا في البلاد الكبرى وهكذا. فنفس الكلام بالنسبة لقضية وجود المعراج أو ثبوت المعراج في القرآن في سورة النجم، دي مسألة خلافية. الذي يقول بأنه ثبت في سورة النجم بإشارات السورة يدرك هذا على سبيل الظن وليس على سبيل القطع. إنما الإسراء ثابت قطعا، لأن في سورة تسمى سورة الإسراء، وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فالإسراء ثابت بالقرآن قطعا. فده السؤال، يعني هل المعراج ثابت بالقرآن؟ مسألة ظنية خلافية، يعني يتكلم فيها من يتكلم بحجج علمية وتناقش بحجج، والمسألة يتسع فيها الصدر.
انما في سؤال اخر، لان احيانا ايه ترك بعض الاسئله يعني يخيب بالقضيه. السؤال الاخر، هل القران الكريم هو المصدر الوحيد للاحكام الشرعيه، او هو المصدر الوحيد للمعرفه الدينيه، ولا في مصادر اخرى للمعرفه الدينيه؟ في عندنا عند المسلمين في مثلا علم اصول الفقه، وده علم المنهج، سواء منهج الاستدلال واستنباط الاحكام الشرعيه بالاساس، او منهج المعرفه الدينيه بصفه عامه، يعني يمكن تعميمه على المعرفه الدينيه. لانه طبعا هو علم اصول الفقه هو علم المناهج اللي بتوصل الى الفقه، يعني الى الحلال والحرام، وان العقد ده صريح او فاسد او كذا، يعني هو مخصص بهذا. لكن فلسفه العلم ممكن توسيعها الى مثلا مجالات اخرى كعلم الكلام او المعرفه الدينيه عموما وهكذا. فعلم اصول الفقه بيحدد مصادر التشريع اللي احنا نقدر برضه نعتبروها مصادر المعرفه الدينيه، اللي هي مثلا هل المعراج ده ثابت ولا غير ثابت؟ هل عرج النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه يعني بجسده وروحه، ام يعني عرج به بروحه فقط؟ فالمعرفه الدينيه لها مصادر. المصدر الاول منها باجماع المسلمين هو القران. وهقول حاجه في القران ده بس، لكن اقول يعني بعض المصادر. السنه مصدر ثاني. اجماع المسلمين مصدر ثالث، والاجماع ده برضه نوعان، في اجماع يستوي في العلم به العام والخاص، يعني المتخصص العالم المتخصص يعلم به فقط دون العامة من الناس، وفي اجماع يستوي في العلم به كل الناس، كل مسلم يعني يعرف ان الصلاه مثلا فرض، ودي مثلا مساله محل اجماع. فلو فرضنا ان القران ما فيش فيه اقيموا الصلاه، هل ممكن احد يجادل في ان الصلاه فرض؟ لا. لو فرضنا هذا، يعني ان الصلاه او الامر ببطلان الصلاه ليس موجودا لا في القران ولا في السنه، هل يمكن لاحد ان يجادل في هذا؟ في ان الصلاه فرض؟ لا يمكن. ليه؟ لان هيبقى عندنا مصدر وهو اجماع المسلمين من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم الى عصرنا هذا بلا شذوذ، هو ان الصلوات خمس وانها فرض وهكذا. فاللي انا عايز اقوله ان لو فرضنا ان المعراج ثبوته بالقران مساله ظنيه، لكن ثبوته في المعرفه الدينيه دي مساله قطعيه، لان دار عليها الاجماع في كافه العصور من نبل الرسول صلى الله عليه وسلم الى عصرنا.